بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى عيد جلوس سموه، متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية ودوام التوفيق والسداد، ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والإزدهار ازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى عيد جلوس سموه، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق المزيد من الرقي والازدهار. كما بعث سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.